The person who tries to keep everyone happy often ends up feeling the loneliest. هسه ان شاء الله بهذا الفيديو جمعت هيجي كم يعني عدد من الكيسات هم راح تساعدنا يعني هسه راح نحاول نحلهن هم تساعدنا نراجع المادة شوية وهم يعني تساعدنا نعرف شلون يعني مثلا شلون نقرأ السؤال شنو الأشياء المهمة اللي لازم نركز عليها هم تراجع المادة شوية فاللي يريد يعني اللي يريد يشوف هذا الفيديو يستفاد يشوف هذني الكيسات جمعتها صراحة هذني من امتحانات المعادلة الأمريكية فبعض الكيسات اللي شفتها حلوة وقلت خل أحلها ونساعد بيها يعني نساعدكم بيها للي يريد يباوع طبعا بالنسبة للإنفكشنز يعني أعتقد هي سهلة يعني إذا أشوفوها المحاضرة يعني أغلب الأشياء مرة علينا ونعرفها فيعني على الأغلب ما راح أقدر أنزلها على الأغلب يعني لأن إذا يعني أعتقد يعني أكثر من مرة إحنا ماخذين على طول هاي السنين ماخذين المننجايتس والهاي فعلى النسبة الأكبر إنه ما راح أقدر أشرح زين فأعتذر طبعا على هالشي فهسه خلينا إن شاء الله نبدي بذني نقرأ السؤال ونشوف شنو الأشياء المهمة شنو الأشياء اللي لازم نركز عليها وهم تراجع لنا المادة مثلا هسه هذا فد شنو يقول لك رجال عمره 65 سنة تمام اجى للإمرجنسي ديبارتمنت بسبب شنو رايت سايدد ويكنس تمام إذا هسه هذا 65 سنة اجى للإمرجنسي عنده رايت سايدد ويكنس شي يقول لك the patient was at dinner كان يتعشى when he suddenly experienced right arm weakness and difficulty using his fork زين كان يتعشى وصار عنده فد ويكنس وما جاي يقدر ياكل هنا انت شنو هاي كلش مهمه كل كلمه تفيد من يجي هيك ويكنس وهاي والسالفه كانت سدن فانت يروح بالك ويا استروك يروح بالك ويا استروك تمام بينما راح نشوف اكو اسئله لا يعني البيشنت يقول لك جراجوال ديفلوبمنت صار لايام وظهرت عنده اعراض او شيء خليك تفكر بغير اشياء لكن هسه هذا انه هو كان يتعشى وسادنلي صار عنده ويكنس احنا لان من عرفنا الستروك انه هي تصير رابد السيمتومز يصير رابد بها بروجريشن وراسا تصير الفوكال نيرجيكال ديفيسيت تمام يقول لك ايضا هو صار عنده ترابل ستاندينج دو تو رايت ليج ويكنس اذا رايت هاي مهمه رايت ارم ويكنس وشنو بعد رايت ليج ويكنس اذا هاي مهمه رايت ارم ورايت ليج زين اذا الابر واللور لين باثنيناتهم انفولفد فهاي مهمه يعني من يكون الابر لين واللور لين باثنيناتهم بهن ويكنس يخليك شنو ما تفكر انه هاي بالكورتكس لان احنا ايش قلنا انه الكورتكس شبيه اذا صار بيها ليجن يصير لو بالابر لو باللور تمام بس هنا يقول لك ابر لمب ولور لمب فيخليك تفكر انه هاي بعيده عن مو بالكورتكس خلينا نشوف شنو بعد عنده ريسك فاكتور هاي كلها ريسك فاكتور هايبرتنشن هايبرليبيديميا دايبيتس يخليك تفكر انه يابا هاي شنو تروح ويا الستروك البلود بريشر مالته يعني شو همينه اليفيتد 164 على 90 البولس نورمال وريجولر تمام هاي كلمة regular ليش مهمة حتى ما تخليك تفكر بالإمبولاي ما تفكر مثلا atrial fibrillation لأن احنا قلنا الأريثمية زين من البلس يكون irregular وأريثمية تفكر بالإمبولاي اللي تجي من الهارت فهنا تفكر انه هاي لا مو إمبولاي من الهارت زين فيجوز thrombus هاي يعني خلينا نشوف بعد ايش عندي 2 على 5 muscle strength and زائد 3 deep tendon reflexes in the right upper and lower extremities إذن the upper extremity واللور extremity اثنيناتهم عنده weakness يعني muscle strength reduced 2 من أصل 5 والreflexes زايدة إذن هاي شنو هاي signs إنه أكو weakness وأكو hyperreflexia الreflexes زايدة وأبر ولور ومثل ما قلنا معناتها هاي مو بالكورتكس زين إذن أكو ويكنس وأكو هايبر ريفلكسية
بعد ايش اكو؟ flattening of the left nasolabial fold. flattening of the left nasolabial fold and is unable to completely close the left eye. هنا هاي كلش مهمة. هسه هو ايش قال بالبداية؟ عنده weakness وين؟ بالright upper limb وبالright lower limb. يعني upper limb و lower limb الright side be weakness. بس الفيس ايش بي؟ اكو flattening بالنيزوليبيال فولد. تمام؟ flattening of the left nasolabial fold and unable to completely close the left eye. يعني الفيس الانفولفمنت صارت بالليفت بينما الابر واللور بالرايت. فهذا معناته شنو؟ هاي هي الكروست ساين اللي معناته شنو السالفه؟ يعني هاي الستروك وين؟ بالبرين ستيم. معناته هاي برين ستيم ليجن. تمام؟ هاي كلش مهمه. اذا ما دام الفيس اكو انفولفمنت ويكنس، هسه هذا عنده فيشل بالسي بالليفت سايد والابر واللور اللي بالرايت سايد، اذا هاي بالبرين ستيم. وين بالتحديد يا برين ستيم؟ وين الفيشل نيرف وين موجود؟ بونز لو ميد برين لو ميد ليفل بونز، اذا هاي معناته بالبونز. تمام؟ which of the following is the most likely location. وده تلاحظون انه left eye cannot هو completely close the left eye. معناته شنو؟ معناته هذا الفيشيال بالسي هو lower motor neuron. معناته شنو lower motor neuron؟ لانه حتى الاي ما يقدر يسدها زين، يعني صار حتى الابر بارت اوف ذا فيس انفولفد زين. اذا معناته هسه left eye والليفت نيزوليبيال فولد صار فلاتنينج وما يقدر يسد عينه اليسرى، معناته السالفه بالبرين ستيم. معناته هذا عند لور موتر نيورون ليجن ضارب الفيشيال نيرف نيوكلياي بالبرين ستيم. يعني ايش عنده؟ عنده انفاركشن او ستروك بالبرين ستيم بالتحديد بالبونز ضاربه نيوكلياي. تمام؟ اللي يطلع من عنده الفيشيال نيرف زين، النيوكلياي اللي يطلع من عنده الفيشيال نيرف تمام ضربتها، بحيث انه الفيشل نيرف هو النيوكلياي انضربت مالته، فصار لور موتر نيورون على اعتبار احنا النيرف هو يطلع من النيوكلياي. اذا انضربت النيوكلياي المانيفستيشن مالته راح يصير لور موتر نيورون، فاجت هيجي زين. هاي مو اللي هسه تعرفوها ابر او لور، لكن هي مبينه انه الفيشل نيرف اتسلف مضروب لور على اعتبار الاي انفولفد. تمام؟ بس انتوا اهم شيء عرفتوا انه هي كروس ساين وبالبرين ستيم وبالتحديد بالبونز زين. يا جهة اليمنى لو اليسرى، احنا مثل ما نعرف بما ان الفيشيال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف الايسر هو اللي مضروب. تمام؟ يعني الليفت فيشيال نيرف هو المضروب، فالكرينيال نيرف يكون بالابسي لاترال، فمعناته هو شنو؟ الليجن بالليفت سايد، يعني وين؟ بالليفت بونز. فهذا الخيار راح يصير. يعني ليش اختارينا الليجن بالليفت بونز؟ لانه الكرينيال نيرف يكون ابسي لاترال تو ذا سايد اوف ذا ليجن، وبما انه الفيشل نيرف الليفت هو اللي مضروب فاذا هي الليفت بونز هي اللي مضروبه. تمام؟ وشو اللي ياكد هذا؟ انه عنده رايت سايد الابر لمب واللور لمب ويكنس. اذا رايت ابر لمب ورايت لور لمب ويكنس، فانتم مثل ما تعرفون انه الويكنس بالابر واللور لمب زين وين راح يصير؟ المفروض يصير كونترا لاترال الليجن. معناته فما انه الرايت هو اللي بي ويكنس، اذا الليجن بالليفت. واللي اكد لي هذا انه الليفت فيشل نيرف هو المضروب، فاختار الليفت بونز. اذا هي بالتسلسل احنا قدرنا نوصل للتشخيص ستيب باي ستيب. شفنا كروس ساين، قلنا هذا بالبرين ستيم. شفنا لانه رايت ابر لمب رايت لور لمب والفيس هو الانفولفد. تمام؟ وتاكدنا انه هو مو بالكورتكس لانه الابر واللور اثنيناتهم انفولفد، فعرفنا انه هاي بالبرين ستيم وحددناها. ليش بالليفت؟ لان الليفت فيشل نيرف هو المضروب، واحنا قلنا الكرينيال نيرف تجي ابسي لاترال، فهذا الكيس هيجي. فهيجي يعني تحاولون تحلون زين. هذا ايش عنده؟ هذا هم عمره 62 سنه، امرجنسي بسبب ليفت سايد، عنده ويكنس بالليفت سايد. وش عنده بعد؟ نمبنس اند ديفيكولتي سبيكينج. اذا عنده ويكنس ايش بيها؟ ويكنس بالليفت سايد وياها نمبنس، يعني اكو موتر واكو سنسري لوس، والسبيكينج هم متاثر. تمام؟
He was walking his dog about an hour ago when he developed sudden onset weakness of the left arm. هم sudden. إذا من تفكر sudden من تيجي السالفة sudden تفكر بالستروك. كان يمشي ويا الدوغ ماتي وفجأة صار عنده weakness وين بالleft arm. Left arm weakness تمام افتهمناها هاي. زين. The patient did not lose consciousness. ما فقد. هسه لحد الآن هو قال لي الweakness بس بالleft arm. ما جاب طاري left leg. تمام إذا بس الليفت آرم الليفت ليج ما جاب طاريها معناته هسه هذا بالليفت أبر لمب فهذا يخليني شنو هسه أفكر إنه هذا الليجن وين بالكورتكس زين لحد الآن يعني هسه أنا بعدني ما مكمل الكيس بس لحد الآن أنا راح أفكر إنه السالفة هاي بالكورتكس زين هو الويكنس بالليفت آرم يعني شو أفكر إنه يجوز الرايت كورتكس الرايت هيمسفير هو المضروب خلينا نكمل ونشوف عنده هايبرتنشن وتايب 2 دايابيتس بس ما عنده ميديكال او سيرجيكال هيستوري زين اذر اذا عنده هايبرتنشن ودايابيتس هاي كلها ريسك لانه هي تاكد لك انه تروح ويا الستروك البلد بريشر 170 على 96 هم صاعد البلد بريشر البولس شوفوا نورمال بولس وريجولر فهذا همينه يخليك تبتعد تفكر انه هاي مو امبولاي زين السبيش مالته ديس اريثريك اذا عنده ديس اريثريه زين ان هي هاز ليفت فيشل دروب اذا عنده ليفت سايدد ويكنس بالابر لمب اذا ليفت سايدد ابر لمب ويكنس وبنفس الجهه عنده ليفت فيشل دروب يعني ليفت فيشل بلس يعني دروبينج وين ليفت فيشل بلس هم اكو اذا هسه الابر لمب الليفت بي ويكنس والفيس اللور بارت من يقول لك دروب فيشل دروب فقصد اللور بارت مال الفيس هم بي ويكنس تمام ابر لمب والليفت فيس ماكو كروسنج هنا الابر لمب بالليفت سايد والفيس بالليفت سايد همين اذا هذا يخليك تفكر انه هاي مو برين ستيم لان لو كانت برين ستيم كان وين صارت الفيشل انفولفمنت كان صارت بالكونترالاترال فماكو هاي الكروست ساين الابر لمب مضروب بالليفت سايد والفيس هم بالليفت فاثنينهم بنفس الجهه زين كمل راح نشوف انه الليفت ابر مسل ابر اكستريميتي سترينث از ريدوست والليفت لور اكستريميتي از 5 اوت اوف 5 اذا اللور اكستريميتي كشي ما بيها الليفت لور بس الابر اذا هسه هذا عنده ويكنس بالليفت ابر لمب والليفت لور سايد اوف ذا فيس معناته انت هسه هاي كلش وضحت الفي اذا اكو انفولفمنت بالابر لمب وبالفيس مور ذان ذا لور لمب اللور لمب از نوت انفولفد فالابر والفيس هو اللي انفولفد فهذا شو افكر ان السالفه وين بالكورتكس معناته يا كورتكس الرايت كورتكس هي اللي مضروبه وعنده نفس الشيء سنسري لوس همينه يعني عنده left sided weakness وسنسري لوس بس وين بالأبر كل هذا وعنده impaired attention and lack of awareness التركيز ما تهمه كلش وما عنده awareness for stimuli on the left side of the space شوفوا هايش قد مهمة انه ما عنده تركيز ولا عنده awareness الشنو الاي شيء موجود بالليفت سايد مال السبيس يعني هذا يقول لك انه الاي شيء بالجهه اليسرى يهمله ما يركز ما عنده اي اويرنس يعني هذا ايش عنده همي نيجلكت تمام عنده همي نيجلكت المن للليفت سايد كل هاي تدعم شنو انه الرايت كورتكس هي المضروبه انتم مثل ما تتذكرون احنا قلنا الهيمي نيجلكت وين يصير اذا انضرب النون دومينانت هيمسفير واللي هو الغالبا هو يا هو الرايت هيمسفير الرايت هيمسفير هو غالبا هو النون دومينانت هيمسفير زين اذا انضرب الرايت هيمسفير يصير هيمي نيجلكت للليفت سايد اذا كل هاي تدعم عنده ليفت سايد ويكنس بالابر اكثر من اللور زين فكلها تدعم انه السالفه بالكورتكس بما انه الليفت سايد اذا معناته الرايت كورتكس هي المضروبه شنو اللي يدعم انه الرايت هيمسفير او الكورتكس مضروب عنده همي نيجلكت فينجر ستيك جلوكوز ليفل 270 ان نون كونتراست
CT scan of the head reveal no abnormality. None contrast. زين الجلوكوز مالته هم صاعد، هاي كلها ريسك فاكتور، هو تايب 2 دايابيتس. الجلوكوز مالته فوق ال 200 270. والنون كونتراست سي تي سكان اوف ذا هيد ريفيل نو ابنورماليتي. السي تي نورمال، فهذا يدعم كونها شنو هي، كونها اسكيميك ستروك تمام، مو هيموريج. لو هيموريج كان بينت، فبما ان السي تي سكان نورمال فهذا يدعم يروح ويا من، ويا الانفاركشن ويا الاسكيميا. زين واللاب انه ال LDL الليبيد يعني مالته، هذا الليبيد مالته ال LDL والهيموغلوبين هالقد، يعني هاي كلها انه يا با هذا دايبيتيك، والليبيد مالته والجلوكوز ما مسيطر كلش عليه. وهاي شنو هو النكست ستيب ان ذا مانجمنت اوف ذيس بيشنت؟ هسه احنا عرفناه انه الرايت كورتكس هي المضروبه، صار قدها من نكت، والليفت سايدد ويكنس. زين نجي هسه انا شو اختار هنا. انا هو طبعا انت اسكيميك ستروك هو البيست اله، هو الثرومبوليتك، بس لازم ايش اكو، لازم اكو تايم ويندو. ايش قايل اللي هو ببداية السؤال، he was walking his dog about an hour ago when he developed sudden onset weakness. اذا هو صار له اجى للمستشفى صار له ساعة، اذا ضمن التايم ويندو مال الثرومبوليتك اللي احنا قلنا لازم within 4.5 hour، اذا صار له اقل من هالقد اقدر انطي ثرومبوليتك. فهذا اكيد الانترافينس التبليز هو البيست تشويس مات انترافينس الثرومبوليتك. ليش؟ لان ضمن التايم ويندو. زين وهاي هي الانكلوجن كرايتيريا فور ثرومبوليتك، حاكيها احنا انه ياب لازم اقل من 4.5 اور. زين ولازم اكو ديسيبلينج ديفيسيت. زين ولازم ذن الكونترا انديكيشن ما موجوده. طبعا اكو اشياء كلش مهمه، يعني البلاد بريشر مالته 170 على 96، لو كانت فوق ال 185 مو على 110 اللي اخذناها بالمحاضره، قلنا هذولاك ما يصير اعطيهم ثرومبوليتك ريسن، لازم انزل ضغطهم جوا ال 185 على 110 يلا انطي ثرومبوليتك. فهاي كلش مهمه انه يابه، يعني انه شنو لازم اهم، يعني انه قبل لا تطلع الثرومبوليتك انت منزل ضغطه، بس هذا ضغطه لا مو ضمن الكرايتيريا اللي تحتاج انزلها، هذا ما يحتاج هسه انزل ضغطه، انطي ثرومبوليتك ما عندي مشكله. هذا اني اكسكلوجن كرايتيريا اللي يقراه. زين يعني اكو اشياء مرات انا لازم اسويها قبل لا انطي ثرومبوليتك، انه البلد بريشر اذا كان فوق 185 على 110 لازم انزله، اذا الجلوكوز كان جوا ال 60 وهايبوغلايسيميا هم حكيناها بالمحل لازم ارفعه، البليتلت اذا كان جوا ال 100,000 لازم اصعد البليتلت اول، وذني الكونترا انديكيشن كلها حكيناها. فيعني هاي الاشياء انت لازم تسيطر عليها قبل لا تعطي ثرومبوليتك، يعني تدور خاف اكو كونترا انديكيشن بالسؤال للثرومبوليتك، لو كان اكو كونترا انديكيشن ما يصير تعطي راس ثرومبوليتك، لازم تتخلص من عندها اول. زين بعد شنو هذا اعتقد هذا نفسه مكرر اني قرينا هاي انفكشن هسه بعدين نحكيها، خلينا نكمل ذني المهمات اول. بعد شنو عندي، خلينا نقرا هذا السؤال. هسه ومن عمرها 64 سنه هم امرجنسي بسبب شنو، سادن اونست دبل فيجن. زين دبل فيجن فور ذا باس فيو اورز، صار عندي دبلوبيا. اذا هاي كل شيء كلش خلوا ببالكم انه هاي سادن اونست دبلوبيا، خلينا نشوف فور ذا باست فيو اور صار عندي دبلوبيا سادن اونست، ما عندي لا هيديك لا فيرتايجو لا سلرنج اوف سبيتش ولا فوكال ويكنس اور نمنس. الشغله الوحيده اللي جابتها هي سادن اونست دبلوبيا، سادن اونست دبل فيجن، ماكو هيديك حتى تفكر مثلا هذا فد تيومر وضاغط على فد كرينيال نيرف ومسوي ريز انتركرينيال بريشر وسوى هذا الدبلوبيا. زين وماكو فد ويكنس وماكو فد نمنس، مجرد دبلوبيا تمام. عندها هي هايبرتنشن تايب 2 دايابيتس وذ بور جلايسيميك كنترول، عندها
يعني ما مسيطرة عليه السكر مالتها ولا الضغط، وعندها كرونيك كيدني ديزيز. زين، اذا كل الريسك فاكتور مال يعني الاسكيميا والهاي موجوده. سموكر بس ما تستخدم الكحول، بلاد بريشر زين والبولس هم زين، عندها توسز اوف هير رايت اي. اذا الرايت اي صار عندها ديبلوبيا وتوسز، توسز اند ديبلوبيا ان ذا رايت اي. تمام زين. The right eyelid is manually elevated. شوف التوسز من قد ما هو سيفير، بحيث كل عينها مسدودة، لازم أني أسوي manual elevation حتى أشوف الـ pupil. أوكي، هسا أني سويت elevation للـ eyelid، إيش لقيت؟ إنه right eye down and out، down and out. هاي أنا حكيت أعتقد بالمحاضرة، قلنا إذا نشوف الـ eye down and out هيج، down and out يعني downward and laterally، شنو معناته هاي السالفة؟ وين الليجن؟ وين المشكلة؟ اوكيليو موتر نيرف بالسي. كل الفيتشرز موجودة، ديبلوبيا دبل فيجن وتوسز وسيفير توسز. اذا تذكرون بالعيون اخذناها، التوسز من يكون سيفير وهيج كومبليت، بحيث لازم انا ارفع عيني، معناته هذا اوكيليو موتر نيرف بالسي. اذا توسز والاي down and out. زين، الادكشن اليفيشن والدبريشن كلها امبيرد. اذا اكو امبيرمنت بالادكشن بالاليفيشن والدبريشن، هذين كلهن انه موفمنت يسوي بيها الاوكيليو موتر، فكلهن بيهن شنو ليميتيشن. بينما اللفت نورمال والبيوبل ايكوال ان رياكتيف. التو بيوبلز اثنيناتهن رايت والليفت اثنيناتهن ايكوال و رياكتيف تو ذا لايت، يعني حتى بهاي العين اللي بيها توسز وهاي واكو اوكيليو موتر نيرف، رغم هذا بس البيوبل نوت دايليتد. هاي مهمه من نشوف انه بيشنت عنده اوكيليو موتر نيرف بالسي بس البيوبل نوت دايليتد، تفكر انه هذا اسكيميك كوز مو سيرجيكال كوز. لان السيرجيكال اوكيليو موتر نيرف بالسي يصير عندهم البيوبل اش بي بيوبل دايليتد، هنا بما انه البيوبل رياكتيف ايكوال فهذا اسكيميك كوز، يعني اكو اسكيميا تو ذا نيرف، الباقي نورمال. في الموست لايكلي كوز اوف ذيس بيشنت، هاي احنا اصلا اخذناه بالعملي مع عيون، فهذا كيس نيور، طبعا هو الباثولوجي هي نيرف اسكيميا. اذا هذا البيشنت عنده اسكيميا تو ذا نيرف، والدليل انه هي يعني ميديكال كوز للاوكيليو موتر نيرف مو سيرجيكال. طبعا هذا مو كل شيء يعني داخل هاي، هذا السؤال بس المفروض اني ما اضيفه، بس ظهراني ما منتبه لي، يعني هذا شويه شغله عيون او هاي مو كلش، او بالكرين النيرفز ناخذها، لان هذا البيشنت مو ستروك، هذا عنده نيرف اسكيمي، اسكيمي تو ذا نيرف اتسلف. زين، فهاي مو كلش ركزوا عليه، بس يعني حتى انه شلون تقرون السؤال، شلون يجي الاوكيليو موتر نيرف بالسي، هاي تفيدكم. بعد شنو؟ خلنا نقرأ هذا. رجال عمره 65 سنة، ليش إجا unsteady gait وfrequent fall over the past 2 months؟ صار لشهرين unsteady gait وfrequent fall over the past 2 months من البداية، صار لشهرين عندها الأعراض، هل هذا stroke؟ لا طبعاً، يعني قلنا ستروك رابيد بروجريشن within minutes توصل للنيورولوجيكال ديفيسيت، هذا عنده انستدينس بالجيت وفريكوينت فول صار له شهرين، يعني السالفه جراجوال وهاي، فهذا نستبعد الستروك نفكر بغير شيء. ايش بي يقول انه الليفت سايد مالته ويك، عنده ويكنس بالليفت سايد، تمام، وديفيكولت تو مينتين بالانس وين ووكينج اور ستاندينج، يحس انه الليفت سايد ما يقدر يسيطر عليه، ويك، ويصير عنده شنو؟ cannot maintain balance، كله بسبب الليفت سايد الويكنس اللي عنده. زين، يعني شلون من يمشي يعني ممكن يوقع والوقعه مالته توورد ذا ليفت سايد هيجي. وعنده هيديك ونوزيا which are worse in the morning before he has had coffee. إذن هذا هاي كلش مهمة، عنده early morning headache، يعني رأسا هذا شنو red flag sign، early morning headache شو تفكر؟ raise intracranial pressure.
تفكر اكو فد شنو فد شي رافع لك الانتراكرانيال بريشر، ممكن تيومر، ممكن انيورزم وضاغط، ممكن إديمة، ممكن اي شيء ابسز، اي شيء يرفع لك الانتراكرانيال بريشر. لان عندي ايرلي مورنينج هيديك وصار له شهرين، وهذا الشيء يدعم كونه فد سبيس اوكيباينج ليجن او شيء. عنده هيستوري اوف هايبرتنشن اند تايب 2، وعنده ام اي قبل 5 سنوات. زين ياخذ انسولين للدي ام ماتي بس ما مسوي مونيتورين بلاد جلوكوز. كان سموكر بس ما يستخدم الكحول. البلاد بريشر ماتي نورمال والبولس ماتي نورمال. امبيوليشن ريزولت ان ذا بيشنت سوينج تو ذا ليفت اند يوزينج ذا وول تو بريس هيمسيلف. يعني شوف عنده لا يعني عنده left side can not maintain balance، شون كأنه عنده left sided ataxia أو شيء، عنده frequent falls و unsteady gait. كل هاي يعني شنو frequent fall و unsteady gait؟ يعني عنده left sided ataxia هذا. زين وبنفس الوقت إيش عنده؟ signs of raising intracranial pressure. There is increased resistance to passive flexion of the left upper and lower extremity. يعني إيش عنده؟ عنده شنو increase resistant to passive flexion؟ يعني شنو معناته هذا increase resistant to passive flexion؟ يعني التون صاعد، مو هو التون هو مو resistant to passive stretch، فهذا عنده increase يعني عنده left sided hypertonia. يعني عنده left sided hypertonia، left sided weakness، left sided ataxia، كلها بالleft side. زين وبنفس بس هو مو ستروك لانه صار له شهرين. زين وعنده early morning headache. زين which of the following is the most likely cause؟ انا شو اتوقع هذا البيشنت الearly morning headache مالته وشي شو تخليني افكر؟ افكر بسبيس occupying lesion. occupying lesion space occupying lesion يعني تيومار ابسس او شي. الابسس اذا عنده فيتشر اوف انفكشن هو لا هو صار له شهرين، فهذا شلون كانه عنده في سبيس اوكي باينج ليجن. ضغط على البرين ستيم بالليفت سايد. زين ومسوي عنده ليفت سايدد ويكنس يعني هيمبليجيا بالابر وباللور. تمام ومسوي اياها اتاكسي ابسيل. الاتاكسي تكون ابسيل عترال، فابسي لاترال يعني عنده بالليفت سايد فد سبيس اوكيباينج ليجن. ضاغط على البرين ستيم مثلا او ممكن على السيربيلم. بس ليش انا ما قلت سيربيلم؟ لان السيربيلم عاده من يعني يصير بي ليجن يصير هايبوتونيا، هذا عنده هايبرتونيا، فهذا اتفكر انه هذا عنده فد ليجن فد مكان شنو ضاغط على الكورتيكوسبانال تراكت وبنفس الوقت مسوي اتاكسي. فوين انا عندي ممكن ينضغط الكورتيكوس بانال تراكت ويصير اتاكسي؟ بالبرين ستيم. على اعتبار اذا تتذكرون احنا قلنا بالبرين ستيم اكو سباينو سيربيلار تراكت، هذا السباينو سيربيلار تراكت من ينضغط يصير اتاكسي. وبنفس الوقت ايش اكو هم ايش صار هنا؟ هايبرتونيا بالابر وباللور، يعني السالفه مو بالكورتكس. زين يعني السالفه جوه لو انترنال كابسول لو برين ستيم. ما قلنا انترنال كابسول ليش؟ لان هذا ما انه عنده اتاكسيا فتخليك تفكر الاتاكسيا تخليك تفكر لو برين ستيم لو سيربيلم، بما انه هايبرتونيا اذا مو سيربيلم هذا برين ستيم. فدليجن ضاغط على البرين ستيم بالليفت سايد مسوي يعني على السبانو سيربيلار تراكت، فهذا موستلي هو شنو؟ موستلي اتس ا برين تيومر. مو موست لايكلي. هل هو دايبيتك بولينيوروباثي؟ لا، البولينيوروباثي شي يجي البيشنت يجي هذا جلوفز اند ستوكس. البولينيوروباثي موجود بالمحاضرة، جلوفز ما لها اي علاقة. مايجرين ماكو فيتشرز اوف مايجرين. انفاركشن ستروك مستحيل لانه صار له شهرين هو يعاني. نيوروغلايكوبينيا هاي بالهايبوغلايسيميا، هو لا يعني هو اصلا دايبيتك البيشنت، مو ما لها علاقة هنا. وراح يشوفون البقيه كلهم ما لها علاقه، موستلي فيتشرز اوف سبيس اوكيباينج ليجن. ها شوي السؤال مو صعب مو سهل، يعني شوي يحتاج لتركيز. بعد ايش عندنا؟ خلينا نشوف.
زين هنا السبيس اوكيباينج ليجن اعتقد هو موجود بالوحده من المحاضرات يعني هم حاكي عنه شويه والريزن شاكين بريشر هذا فيتشر كان عندما الريزن شاكين بريشر هنا 60 سنه رجال راح للامرجنسي افتر هافينج ا سيجر كان عنده سيجر اجى عنده ميديكال هيستوري سيجنيفيكنت فور نون سمول سيل كارسينوما دايجنوست 2 ييرز اجو اند تريتد سيرجيكلي قبل سنتين كان عنده كانسر وهذا الكانسر معالجي بسيرجري قبل سنتين استمر تو ورك اس كوليك بروفيسور ويمشي هالقد الام ار اي سووا له ام ار اي ايش لقوا سوليتري كورتيكال ماس ان ذا رايت هيمسفير ات ذا جريد اند وايت ماتر جانكشن موست كونسيستنت وذ ميتاستاسيس هو قبل سنتين كان مسوي سمول سيل كارسينوما نون سمول سيل كارسينوما معالجها سيرجري بس الظاهر صار ميتاستاسيس وهذا الميتاستاسيس راح للبرين بس سوليتري سينجل ميتاستاسيس والهيمسفير مسوي له سيتي للتشست وبالابدومن وما عنده ايفيدنس اوف ريكرنت مالجنسي مجرد عنده ميتاستاسيس هي وود لايك تو تريت هيز ريكرنس اجريسيفلي اف بوسيبل ويتش اوف ذا فولوينج موست ابروبريت نيكست ستيب هذا يريد فد اجريسيف تريتمنت وهو عنده سوليتري كورتيكال ليجن فد ماس بالكورتكس سينجل كورتكس يعني سوبرفيشال يعني وين يم الكورتكس ويريد تريتمنت لها اجريسيفلي وحتى يمنع الريكرنس فشن البيست طبعا السيرجري سيرجيكال ريسكشن حتى اخلص زين احنا عاده الميتاستاسيس نسوي لها كيموثيرابي راديوثيرابي لكن اذا كان سنجل وسوبرفيشال على الكورتكس فممكن احنا نسوي لها شنو ريسكشن للسيرجر لان هو يريد همينه اجريسيف فيعني هاي همينه هاي بالنيورو سيرجري تفيدكم اكثر خلينا نشوف بعد شو هذا مهم 65 سنة رايت هاندد مان طبعا من يقول لك رايت هاندد مان هو إلى غرض يقول لك هذا يمناوي حتى تعرف انه هو موستلي الدومينانت هيمسفير معناته اليسرى زين اليسرى هو الدومينانت هيمسفير معناته زين كم دو تو شنو سادن اونست رايت سايدد ويكنس صار عنده في السادن اونست ويكنس يقول لك تشاني باوع تلفزيون قبل ساعة يعني ساعة صار له إذا هاي مطيك تايم ويندو يعني صار له ساعة وإده عنده sudden right sided weakness زين when his family noted that his face appeared twisted انعوج حلق وجه يعني صار عنده صار facial weakness صار عنده تمام إذا صار عنده right sided weakness والface is twisted زين زين he also experienced weakness of his right arm and leg زين اذا هسه صار عنده weakness وين بالright arm وبالleg but no headache nausea vomiting or loss of consciousness مجرد صار عنده weakness بالright arm وبالleg arm and leg شوفوها upper or lower زين بس ما عنده headache او vomiting او شيء زين هو هايبرتنسيف وما ملتزم كل ريسك فاكتور انه يتفكر بالستروك سموكر وكان قبل 20 سنة او العفو صار يعني 20 باك اير يعني هذا الاندكس مات سموكينج بلاد بريشر يعني صاعد شوية البولس نورمال ريسبيريشن نورمال شاكو ويكنس اوف ذا رايت لور فيس اند رايت ابر اند لور extremities إذن right upper limb right lower limb والface هم بالright side lower part of the face زين يعني هذا ايش عنده feature right sided weakness بالupper وباللور وبالface الface باللور part of the face زين كلهن بنفس الجهة طبعا ماكو crossed ماكو crossing يعني الface involved هم بالright يعني مو crossed إذن مو brain stem زين إذن ماكو كروست ساين مو براين ستيم هاي وحدة والأبر واللور والفيس كلها انفولد إذن معناتها هاي السالفة شنو مو بالكورتكس هاي متفقين إذن لا بالبراين ستيم ولا بالكورتكس فوين موست لايكلي هسه راح نشوف وين موست لايكلي يعني الشبقة الانترنال كابسول هي الغالبا هي بس خلينا نشوف
الرفلكسز والموفمنت والفيجوال فيلد كلها نورمال، وهذا يدعم انه كونها مو بالبرين ستيم. سبيتش از وذاوت افيزيا، ماكو افيزيا. يعني شنو ماكو افيزيا؟ يعني مو بالكورتكس، واحنا قلنا هاي مو بالكورتكس لانه الابر واللور كلها انفولفد. والبيشنت كوركتلي نيم هيز ليفت اند رايت ارمز، النيمينج عنده هم انتاكت، فيعني الهاير سيريبرال فانكشن الكورتكس ما بيها شيء. السنسوري اكزامينيشن از نورمال ثرو اوت، يعني بيور موتر، بيور موتر ستروك. هاي بيور موتر يعني شنو؟ هاي موست لايكلي ذس از ا لاكينر ستروك. بيور موتر يعني موستلي وين؟ موستلي بالانترنال كابسول. السي تي ريفيل نو بليدنج، نورمال سي تي، يروح ويا الاسكيميا ويا اللاكينر يعني. فهاي ايش عندي؟ عنده رايت سايدد ويكنس لا بالكورتكس ولا بالبرين ستيم، وبيور موتر ستروك. المانيفستيشن كلها بالرايت، اذا الليفت سايد الليفت انترنال كابسول هي اللي مضروبه. زين شوف شلون قدرنا نعرفها. زين تعبت والله، خلني نشوف هذا ايش عنده. خلينا نشوف هذا. هذا هم ايش اجي جليل امرجنسي بسبب شنو؟ رايت سايدد ويكنس نمنس. عن هذا اعتقد حلينا له، لا ما حلينا. اذا عنده رايت سايدد ويكنس نمنس اند سلارينج بالسبيتش. اذا ويكنس ونمنس موتر وسنسري والسبيتش. كان يوجوال ستيت اوف هيلث لاست نايت بات اووك ذس مورنينج وذ ذيس سيمتومز. ها كلش مهم، ان اذا صارت يعني المانيفستيشن شنو قعدتها من النوم، فاحنا هنا ما راح نفرض تايم ويندو، ما نعرف ايش وقت بديت. فهاي مهمه انه ما عندك تايم ويندو، لان هو قاعد من النوم اويكنينج يعني. زين فيجوز هي باديه يعني قبل لا اصلا يعني ايه يعني باديه اثناء نومه كان، فما ندري اكزاكتلي ايش وقت بديت. هاي مهمه. عنده هيستوري اوف هايبرتنشن، هايبرليبيديميا، تايب 2 دايابيتس، بيرفرال ارتيريال، داز نوت درينك الكحول، بس عنده 45 باك يير هيستوري مال سموكينج، يعني كلش هيفي سموكر. اويك واليرت بيشنت، عنده رايت سايدد ويكنس، هيمي سنسوري ان هومونومس هيمي انوبي اند افيزيا. شوف المانيفستيشن شلون تيبيكال مال شنو؟ مال كورتيكال ستروك. افيزيا معناته شنو؟ الكورتكس انفولفد وبالدومينانت هيمسفير، يعني الليفت هيمسفير. اذا الليفت هيمسفير الكورتكس هي المضروبه، لان افيزيا عنده لان كورتكس وتدعمها الهومونومس هيمي انوبيا، قلناها هاي تجي ويا الكورتكس شرحتها بالمحاضره. فعنده رايت سايدد ويكنس وسنسوري لوس وعنده افيزيا، اذا الليفت كورتكس الدومينانت هيمسفير هو المضروب. هاي كلها تجي فيتشرز مالت من مال ام سي اي ستروك، ميدل سيريبرال ارتري ستروك. والسي تي كونفيرم لارج ليفت هيمسفيريك انفاركشن بسبب الميدل سيريبرال ارتري بالليفت سايد هو المضروب. سوولا اذا هاي لارج ستروك، انتبهوا على اللارج ستروك، ذس از ا فيري يعني لارج ستروك. وتتذكرون حكينا بالمحاضره شنو مشكله اللارج ستروك؟ فيقول لك the patient is hospitalized but not treated with fibrinolytic therapy or mechanical thrombectomy لأن ineligibility. شافوا هذا ما الكريتيريا مال الثرومبوليتيك ما منطبقة عليه ولا الثرومبكتومي، فما سووا له repair fusion therapy. ورا 48 ساعة صار obtunded يعني level of consciousness ما تدستيرب، temperature صعدت، blood pressure pulse، وصار complete right hemiplegia and deviation of the left of the eyes to the left. صار complete hemiplegia، كانت هي بس بالكورتكس بحيث كان ال weakness mainly بالأبر، هسه صارت complete hemiplegia حتى اللور limb. يعني هذا كان عند large stroke ما طينا fibrinolytic therapy وصار شنو؟ صار كومبليت يعني صار شنو اكستنشن بالستروك مالته، صارت كومبليت هيمبليجي، هي لارج وصار كومبليت هيمبليجي.
فهذا شيء which is of the following is the next step in the management. هذا كأنه صار عنده ستروك ثانية. زين؟ فأنا شنو هي المانجمنت مالتي؟ أي patient شنو الفيرست لاين أنه أدزه؟ سي تي سكان، فلازم أسوي له ريبيت سي تي. لأن هذا الستروك مالته صار بيها extension، ممكن صار بيها hemorrhagic transformation. لأن احنا قلنا واحدة من ال complication of large stroke أنه بيها high risk of hemorrhagic transformation. فهي لارج وأنا ما عالجتها، فصار بيها extension أو صار بيها hemorrhage، فلازم أسوي سي تي سكان من جديد حتى ألقف هذا الهيمورج. أو صار في cerebral edema لأن هي large stroke. زين، فهذا هو لازم repeat CT scan. زين، لأن CT scan quick و high. بعد إيش أكو؟ هذا سهل، عمره 36 سنة، عنده headache خلال آخر 3 أشهر، constant bilateral headache almost every day shortly after awakening. يومية عندها هيديك وبايلاترال، بايلاترال شوفوا خصائص الهيديك بايلاترال. هي كان عندها intermittent migraine since adolescence بس but her current are more frequent through milder but her current headaches are current headaches are more frequent but milder. إذن هي كان عندها تشكو من migraine intermittent، تحول الهيديك مالتها صار more frequent، صار continuous more frequent. زين، تقريبا almost every day. إذن كانت هي intermittent صارت constant، هاي شنو تحول من episodic headache إلى chronic headache. بس إيش بيه هذا الهيديك milder؟ زين، يقول لك the patient has been taking over the counter analgesic several times a day. تكثر من الانالجيزيا، ما عدا فت focal weakness, numbness أو vision changes، ما عدا other vital signs normal، BMI زين، الفندسكوبي normal، كل شيء normal. فشنو هذا؟ هو هذا واضح، هذا البيشنت هي كانت عدا migraine intermittent، كثرة من الانجيزية صار more frequent headache، يعني صار medication overused headache. شنو الادفايس؟ هو to stop taking the analgesics، تقلل من الانجيزية. هذا اعتقد هم كل السهل، episodic headache زين occasional but during the past they become more frequent without any change. اذا صار more frequent headache، constant pressure in the temporal and occipital frequently developing in the afternoon. constant pressure، شوف مو throbbing ولا stabbing، constant pressure، وتقدر تسوي الactivities عادي. زين، تاخذ acetaminophen له، ما عندها نوزيا ولا فيجوال. زين، عندها هذين الريسك، البيوبل ايكوال ورياكتيف، الريفلكس از نورمال. يعني هذا شنو؟ هاي كلها فيتشرز اوف تنشن هيديك صراحه. يعني هاي مهمه انه نشوف البيوبل ايكوال ورياكتيف. يعني ما اذا تذكروا احنا المايجرين والكلاستر هيديك تصير بيوبيلاري تشينجز، مايوسيس، توسيس، ممكن هنا كلها هي ما عندها، وبايلاترال وكونستنت بريشر كلها تجي وياها من ويا التنشن تايب هيديك. زين، يعني ذني صراحة ان اهم الاشياء ذني اذا تردون واحد يصورهن او شيء يقراهن وهم يشوفهن، يعني اعتقد زينات، يعني ما بيها شيء. ذني اهم الاشياء اللي ردت اركز عليها صراحة، فاللي هنا وكافي، بالتوفيق ان شاء الله.